الماتش بتاع امبارح طبعا الجمهور زعلان واحنا زعلانين، وانت عارف ان زي ما اي لعيب في الدنيا بيبقى ليه اوف داي، الكوتش برضو بيبقى ليه اوف داي. يعني انا معتقد ان اللي حصل امبارح او الصوره اللي ظهر بيها التيم امبارح اعتقد انه كان فيها سوء توفيق من اداره كولر من وجهه نظري الشخصيه، في من ضمن في التشكيل في التغييرات، في يعني احنا بنتكلم ان وصلت الدقيقه 70 وفي مشاكل جوه التيم باينه جدا، وفي بعض مواقف الخطر اللي بتوحي ومقدمات بتوحي ان في مشكله ممكن تحصل وما اتخذش حسابها وما تعملش حسابها ما اتعاملش معاها. بس على الجانب الاخر، هو عندما سئل هذا السؤال اتقال او هو رد وقال ان انا طب ازاي ابقى طول الماتش مستحوذ بنسبه كام في المية؟ 72 73 على ما اتذكر، يعني هنشوفها دلوقتي يقولوا لي، بس بنسبه كبيره جدا. على الجانب الاخر هم الفريق الاخر استحوذ بنسبه خمسة، يعني بقيه النسبه 25 27%. انا كده زعلت. اتفضل. انا كده زعلت جدا. ليه؟ لانه مش بالضروره ان انا طالما عندي الاستحواذ بتاعي يبقى كل التيم عندي وكل عناصر التيم عندي موفقه. لا هو طبعا طبعا ده مش معناه خالص طبعا، لا دي حاجه ودي حاجه. انا الكوتش بقى وانا قاعد شايف دلوقتي انا عندي استحواذ كبير، انما انا في عندي عناصر مش موفقه وباين جدا انها مش موفقه حقيقي. فهنا وقت التدخل بتاعي لازم عشان اترجم الاستحواذ ده. ما هو الاستحواذ ما تترجمش ليه؟ طيب بدون النظر يا كابتن للمباريات القادمه، انا عارف ان احنا النادي الاهلي دايما وحضراتكم احنا بنتعلم منكم وكل الكلام ده، لكن انه دايما يتقال ايه؟ انه احنا النادي الاهلي لا ينظر الا للمباراه الحاليه اللي هو بيلعبها. طبعا. اللي هي كانت مباراه سيمبا. ما اقدرش اقول لحضرتك انه كان بيفكر في بشكل الماتش اللي استثنائي جاي بتاع سان داونز. مليون في المية يا كابتن. ما فيش مشكلة. انا ما عنديش مشكلة خالص، ده بالعكس. لا هو بيفكر فيها ازاي؟ ما هو ازاي؟ بمعنى ان هو شايف انه مثلا الماتش ده انا هريح النهارده الاربعاء، الخميس هسافر رحلة 10 ساعات، الجمعة هتمرن تمرينة خفيفة، السبت تمرينة تانية، الحد ماتش. تمام. هرجع الجمعة، هرجع الاثنين الصبح مفيش تمرين، التلات تمرينة خفيفة، وفي ماتش. ماتش تاني. ايوه. وبالتالي انا معرفش هو أنا اكيد عامل كده. اوكي. لا احنا متفقين على هذا، ما احنا ما كلمناش في القصه دي. أوكي. احنا كل اللي بنتكلمه بنقول ايه؟ بنقول ان في الدقيقه 65 في الدقيقه 70 في بعض الوحدات اللي كانت لازم تتغير عشان تستريح كمان وعشان الباقي ينزل فريش ويترجم الاستحواذ اللي احنا كنا عاملينه، عشان لانه وانت بتعمل السيناريو بتاعك. أوكي. لازم تكون حاطط في الحسبان ايضا انه ممكن النتيجه تبقى سلبيه في اي وقت من الاوقات بتاعه الماتش. مليون في المية. مش كده ولا ايه؟ مليون في المية. فاذا انا هنا كان عندي مع الوضع في الاعتبار اثناء الاستحواذ ده كله كان في مقدمات بتقول ان في بعض الخطوره موجوده عندنا من ميس باس ممكن حصل. أوكي. من بعض ال التغطيه او الكامباك مش سريع، التحول بتاعي للدفاع في بعض التحولات الدفاعيه بتاعتي كان في بعض الاوقات ما هياش سريعه، فكان عندي وقفه لازم اكون واقفها. لا هو دلوقتي حب يعمل تغيير امتى؟ بعد ما جه جول في 90 كمان في الدقيقه حاجه طب الجول جاي من الدقيقه 70 69 70 تقريبا. تقريبا. طيب من الدقيقة 70 للدقيقة 80 هعمل ايه؟ لغاية ما حصل الدقيقة 81 يعني هم ال 10 دقايق دول هم اللي حضرتك شايف ان هم لا كان من قبل كده من قبل كده كمان وكان من قبل كده. اوكي. وانا كان عندي قناعة من الدقيقة 65 من الدقيقة 70 لازم اعمل تغيير بتاعي على الاقل اثنين لعيبة، لان الوينجرز بتوعي كانوا باين ان هم مش موفقين جدا. لكن انا كنت بحكي لحضرتك قصه ان هو بيقول او يعني او كان التفكير في الموضوع ان انا ببص لماتش سان داونز ليه؟ عشان اقول لك ان هو مثلا ما اعرفش هل ده ممكن تدريبيا ولا لا، انه ممكن يكون قال لك انا هسيب المجموعه يدوا باور يعني لا انا هسيب المجموعه اللي موجوده دي تكمل لنهايه الماتش. خلاص طالما الدنيا ماشيه من وجهه نظره، يعني انا ما سالتوش. تمام. انا بقول لحضرتك بتكلم معاك والماتش اللي جاي
يبقى انا معايا مثلا امام عاشور ما لعبتوش، لا خليه يبدا الماتش اللي جاي. عندي رضا سليم ما لعبش غير 5 7 8 دقايق، يبقى معايا فول باور يلعب الماتش اللي جاي، في سفر في مروح في مجي. هو هنا قد يكون يعني نظر لمباراه سان داونز كثيرا دون النظر الى سيمبا مثلا. ما هو انا هو مش دون النظر الى سيمبا، يعني هو التقييم المبدئي الاولي بتاع تيم سيمبا في الماتش الاولاني انه تيم متوسط بالظبط، فمش مش هنديله اكتر من حجمه، احسن منه بكتير. طبعا مش هنديله اكتر من حجمه، وانا كان عندي الفرصه ان انا اخلص الماتش هناك او نص ساعه باكتر من جولين وثلاثه، فده كله جميل جدا، بس لازم احط في الاعتبار ان ممكن اي خطا يحصل يكلفني حتى لو ال 10%. انت حضرتك تقول هنا ينظر لل 10% اللي ممكن يستفيد، لازم زي ما ببص لل 90% لازم ابص لل 10% لازم بنفس النظره، عشان ابقى دايما ده بيتعمل ليه؟ عشان يبقى دايما حضوري او حلولي جاهزه وقراراتي جاهزه. السيناريو هو اكيد بيعمل ده مليون في المية، بس انا زي ما بقول لك وارد جدا انه في يوم من الايام انت عايز تعمل كل حاجه بس مش قادر. صحيح، فده زي ما بيحصل للعيب بيحصل للكوتش برضه. وبرضه في نقط تانية عشان اكون امين في تحليلي، ان تغيير وقت المباراه برضه عامل اساسي بالنسبه لي انا كمجدي، لان انت متعود دايما ان انت تلعب في تايم معين، في تايمينج معين، في توقيت معين بتلعب فيه الساعه 7، والجو بيبقى فيه بنشتغل في جو معروف بالنسبه لنا. تغيير الجو مع تغيير درجه الحراره في اليوم دوت ده بيعمل انبالانس شويه عند بعض الناس. أوكي. ده بيبقى موجود، مش موجود، ده موجود. فده برضو من ضمن الاسباب اللي مش كبيره، انما من ضمن الاسباب اللي خلت ان بعض اللعيبه او مش عدد مش قليل انه مش في يوم. حتى انا في بعض اللعيبه انا كنت شايفها نسبه الجري بتاعته اقل بكتير من النسبه العاديه بتاعته. احنا لسه في اول السنه عشان اقول لك اجهاد، وفي 3 ايام اتاخدوا 4 ايام اجازه برضو راحه، كانوا التمرين نسبه التمرين او وحدات التمرين اللي اتاخدت بعديها ممكن ما تكونش كانت كافيه بشكل كامل. بس اللي بيلعب ده بيلعب في المنتخب، فدول ما خدوش الراحه 3 4 ايام لان هم كلهم كانوا في المنتخب تقريبا. في بعض اللعيبه اللي كانت موجوده صح، لكن انا بتكلم عليك المعظم اللي موجودين يعني موجودين بيلعبوا مع المنتخب وما خدوش ال 3 4 ايام راح، لكن قد كل اللي حضرتك بتقوله ده. لكن